احنا التكريمات دي بنديها لناس معينه، وحد قال لك ان انت ليك تكريم؟ طب ما فيش تكريم فايض معاكم؟ تكريم ايه؟ فايض معاكم؟ مفيش تكريم زياده؟ طب انتوا حكموا بذمتكم، تكريم ايه يا عم اللي انت فايض؟ انت مين دخلك هنا اصلا؟ الاستاذ اللي بيجري هناك ده. واحد مستخبي؟ يعني احنا كل الفطاحل دولت اللي انا دايما كنت زمان لما بيجيبوني في البر بقول ربنا يوقف نموك، بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد نموهم، وانت عرفت تعدي من بين ايديهم؟ ما انا اقول لحضرتك يعني انا ركبت اوبر ولبست البدله وده كله ما اتكرمش. انا برضه انا داخله جوه الكواليس يا جماعه اقول لهم في حد واقف على الاستديو محدش نعرفه. لا بس طبعا استاذ احمد محشاشه معروف يا باشا. لكن طبعا وجودك مشرفنا، بس ما تروحش حته تاني بنصيحتي، ما تروحش حته تاني ما تكونش ليك تكريم فيها، ممكن تخرج من ايدك كده يعني مول البرحوم. لا ما هو استاذ محمد قال لي في تكريمات زياده ان شاء الله يلاقوا لك تكريم. هيلاقوا لك تكريم؟ احنا حاطينهم في الفريز.